هذه المناسبة عزيزة علينا جميعاً لما تحتويه من معاني الانفتاح على العلم. متحدثين اليوم لهم ارتباطاتهم وصلاتهم الخاصة بالتعليم، كل في مجاله، فنرحب بهم في هذه الجلسة، وبيكون عندنا ثلاث أوراق في الحقيقة ما لها علاقة بمركز أو درجة كل واحد العلمية، مجرد احنا أخذناها على أساس أنه يكون نبدأ أول شيء التعليم في البحرين تاريخيا متى بدأ، وبعدين نتناول واقع التعليم الآن في البحرين، وبعدين راح نتناول مستقبل التعليم في البحرين. فالورقة الأولى طبعا بقدمها أخونا الأستاذ عبد علي الغسرة، هو مدرس طبعا سابق لسنوات في مدارس البحرين. والورقة الثانية مقدمة من الأخ العزيز الأستاذ ناصر الموسوي، كان أستاذ محاضر في جامعة البحرين، هو اللي بيحدثنا عن واقع التعليم بمملكة البحرين. الورقة الثالثة مقدمة من أخونا العزيز الدكتور علي فخرة، وكنت أسولف فيها قبل شوية، أقول له يعني نريد المستقبل فعلا نشوفه من وجهة نظرك، خاصة كنت وزير سابق وعندك بالضبط كم هائل من المعلومات. بيكون المعقب على الأوراق الثلاثة أخونا الدكتور حسين يحيى، بيعقب على الأوراق الثلاثة، فمطلوب منك تأخذ ملاحظاتك من الآن. كل محدثينا كل واحد بيكون عنده مجال 15 دقيقة، والمعقب أيضا بيكون عنده مجال 15 دقيقة للتعقيب. بعدها طبعا راح نفتح باب النقاش والمداخلات من الحضور. فأعتقد يتفضل أستاذ عبد علي يبدي بورقته الأولى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ورقة هي حكاية من حكايات المرافق التي شيدت في البحرين منذ الماضي ولحد الآن. تاريخ التعليم في مملكة البحرين. شكلت البحرين منذ القدم مركز إشعاع ثقافي في منطقة الخليج العربي، إذ حمل أهلها راية العلم والمعرفة، وانتشرت على أرضها المدارس الدينية في مدنها وقراها، وكان الكثيرون من البحرين وخارج البحرين يؤمونها لينهلوا منها العلم والمعرفة والثقافة. وتتفق جميع الروايات التاريخية بأن التعليم في البحرين بدأ في عام 1919 ميلادية، وقبل ذلك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت الكتاتيب المطوع تنتشر في المنامة والمحرق والبلاد القديمة والدراز وجد حفص وفي قرى أخرى لتعليم المعارف الدينية وبعض مبادئ القراءة والنحو الكتابة. وتذكر جريدة الوسط البحرينية بأن من المدارس القديمة في البحرين مدارس آل الصادقي ومدرسة الشيخ داود جد حفص، إلا أن هاتين المدرستين لم تكن تواكب العصر. ومع غياب التعليم النظامي في البحرين، إلا أن هناك من كان يكتب حسابات الغوص واللؤلؤ
ويسجل الوثائق وفروض المواريث وحجج التمليك والهبات، ويبرم العقود والاتفاقيات، ويرسل الدعاوي، ويكتب أحكام القضاء وغير ذلك. في عام 1893 افتتحت زوجة المبشر زويمر مدرسة جوزة البلوط للبنات، وألحقتها تاليا بمدرسة أخرى للأولاد، وذلك بهدف نشر الدين المسيحي وليس للتعليم بين الأهالي. ولرغبة أهل البحرين في التعليم أدرك مجموعة من الشعراء والأدباء والأعيان والوجهاء والتجار والشيوخ والمصلحين الاجتماعيين بأن العلم ركيزة أساسية لتطور البلاد وتقدم العباد، ولتحقيق أمنية حصول أهل البحرين على المعرفة والمهارة والتعليم، أجمعت هذه النخبة النجيبة على تأسيس مدرسة نظامية للتعليم في البحرين. آمن نفر من رجال المحرق بأهمية العلم وأدركوا، ويذكر الأستاذ خليل مريخي في كتابه لمحات من الماضي: لقد آمن نفر من رجال المحرق بأهمية العلم وأدركوا أهميته للناس ولمجتمعهم، فقرر هؤلاء تشييد أولى صروح التعليم الرسمية في البحرين، وبما جمعوه من التبرعات المالية غرسوا النواة الأولى للتعليم. واجتمع المؤسسون برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة وشكلوا هيئة بمسمى الإدارة الخيرية للتعليم لإنشاء المدرسة باسم مدرسة الهداية الخيرية. وبمساهماتهم المالية، وقد عرض عليهم الحاج علي بن إبراهيم الزيان بنايته المتكونة من 8 صفوف ومسجد بفريق الزيانية بالمحرق باستعمالها مؤقتا بدون أجرة، وكان تمويل المدرسة ومصاريفها تأتي عن طريق التبرعات والإعانات الأهلية. ويذكر الكاتب والمؤرخ البحريني الراحل مبارك الخاطر أن التعليم في البحرين بدأ في يوم 13 ربيع الأول 1338 هجرية، الموافق من 5 ديسمبر 1919، حين انعقدت الجلسة التمهيدية لمشروع التعليم الحديث بدارة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة بالمحرق، وسميت تاليا هذه المدرسة باسم مدرسة الهداية الخليفية. ثم تم بناء المدرسة في عام 1921 على أرض وهبها للمدرسة حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي الخليفة الذي وضع حجر أساسها، وتم الاستعانة في بنائها من بنائين ونجارين من خارج البحرين، وتكلف بناؤها 300,000 روبية. وفي حفل افتتاح المدرسة ألقى المرحوم الشاعر خالد الفرج قصيدة قال في مطلعها: شمس المعارف في أوالي أشرقت، فمح الضياء حجابها المسلولة، بزغت مدرسة الهداية أسفرت، تهدي شعاعها في النفوس جميلة. ومع بداية افتتاحها ضمت 140 طالبا، مع مرور الأيام تزايدت أعدادهم، مما اضطر مديرها الأستاذ حافظ وهبة إلى فتح فصول دراسية مسائية في النادي الأدبي بالمحرق نظرا لضيق مساحة المدرسة. كان يدرس فيها مواد اللغة العربية والدين، اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، الجبر والمحاسبة، ومسك الدفاتر الجغرافية والتاريخ. وقد تولى إدارة المدرسة مجلس مؤلف من عدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة، وكان عدد المدرسين في أول سنة 19 معلما، 4 من البحرين و4 من الكويت و4 من مصر و4 من سوريا و1 من لبنان و1 من اليمن و1 من العراق، يعني المجموع 20 مع المدير، 19 زائدا المدير. وقد ألحقت مدرسة الهداية الخليفية بمديرية المعارف الحكومية
لحكومة البحرين في عام 1931، وتخرجت أول دفعة أنهت المرحلة الابتدائية من المدرسة في 1929، وكان عددهم قليلاً جداً، ومنهم المحامي محمد حسن الحسن، يوسف العبيدلي، حجي الزياني، أحمد عبد الرحمن الزياني، وصالح البلوشي وآخرين ذكرتهم المصادر التي سأشير إليها لاحقاً. وصادف في ذلك الوقت وجود الأستاذ حافظ وهبة من القطر السوري، فعهد إليه تنظيم وإدارة مدرستي الهداية الخليفية للبنين بالمحرق والمنامة، وذلك بالتعاون مع الشيخ محمد اليماني. وحينما غادر الأستاذ حافظ وهبة البحرين بأمر من الإنجليز، اتصل مجلس المعارف البحريني بالمجمع العلمي في دمشق لانتداب بعثة تعليمية للبحرين من سوريا وفلسطين، وقد وصلت أول بعثة تعليمية سورية للبحرين في 1923 برئاسة الأستاذ عثمان الحوراني، وكان من قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين، ومكث ومن أتى معه لمدة 5 سنوات في تنظيم وإدارة التعليم في البحرين. وسعى المستشار بلغريف ناصحاً الحكومة على ضم المدرستين إلى مديرية المعارف لتكون تحت رعايتها وإدارتها وعدم تركها بيد الأهالي. ولاحقاً تم الاستعانة بناظر المعارف من قطر اللبناني فائق أدهم، وكان سياسته التربوية والتعليمية تتوافق مع سياسة الإنجليز، الذي عمل على تغيير مناهج التدريس التي لاقت رفضاً من الأستاذان عثمان الحوراني وعمر يحيى الحموي. وبعد 24 ساعة من رفضهما تم إبعادهم من البحرين بعد أن شعر المستشار بخطر توجههما القومي. ومعه غادرت البعثة التعليمية السورية والفلسطينية، وحل محلهم المعلمين الذين جاءوا من لبنان. وفي نفس العام عمل المستشار بلغريف جاهدا على إبعاد الكثير من أبناء البحرين عن التعليم بذريعة قلة المدارس وبعدم وجود أماكن لهم فيها. في عام 1925 فكر بعض تجار المنامة والقرى بعمل جمعية خيرية يشارك فيها المقتدرين لبناء مدرستين، الأولى في منطقة الخميس لتخدم أبناء البلاد القديم وجد حفص والسنابس باسم مدرسة المباركية العلوية التي افتتحت في العام الدراسي 26 و 27 19، والثانية بالمنامة المدرسة الجعفرية التي افتتحت في العام الدراسي 27 و 28. وكان للنشاط الأهلي دورا في إنشاء المدارس الأهلية، والأستاذ محمد صالح الدلال يذكر لنا في كتابه الموسوم سلالم الذاكرة المباركة المدرسة، هناك 6 مدارس ذكرهم، منها المباركية العلوية، المدرسة الجعفرية، دار العلم التي أسسها عبد اللطيف بن سعد الشملان، الإصلاح الأهلية عبد الرحمن المعاودة، وبعد سنة أسس مدرسة أخرى باسم الإرشاد في عام 1926، مدرسة الفلاح أسسها محمد علي زينل 1928، والمدرسة الأهلية أسسها الأستاذ إبراهيم العريض 1930 ميلادية، والتي تنازل عنها أو أخذها واحد مدرس اسمه التاجر وأصبحت اسمها مدرسة التاجر. كما كانت هناك مدرسة باسم اللواء أسسها الأستاذ محمد علي من القطر المصري، إلا أنها أغلقت بعد 3 أشهر بسبب خلاف بين طلبة المدرسة، صارت هوشة في المدرسة ما بين طلاب، ف دخلت الشرطة والإنجليز وتم إغلاقها، وتم تسفير الأستاذ محمد علي إلى الخارج. ولا يوجد مصدر مكتوب لإنشاء هذه المدرسة، وإنما أنا قرأتها في عدد من الجرائد لكن ما عندي نسخ منها مع الأسف. وكان لأندية البحرين دورا
في التعليم، ومنها نادي العروبة الذي كان له السبق في هذا العطاء التربوي. يذكر الأستاذ الأديب تقي محمد البحارنة في كتابه 75 من العطاء نادي العروبة أن النادي قرر فتح فرع للتعليم منذ 1939، فإنه بذلك يصبح سباقاً إلى مشروع تعليم الكبار قبل أكثر من 10 سنوات من تبني دائرة المعارف، وأن هذا المشروع مر في 3 مراحل، وكل تلك المراحل كانت مجانية لأعضاء النادي ومن خارج النادي. ويذكر الأستاذ راشد عيسى جاسم في كتابه البحرين وعمقه العربي والإسلامي: لقد كان طلبة العلم البحرينيون في القرن 18 و19 سنتهم وشيعتهم يشدون الرحال الخارج للنهل من علوم الدنيا والدين، وكان علماء المذهب الجعفري يترددون للحوزات العلمية بالعراق وإيران، فيما ذهب علماء السنة للإحساء وروابطها العلمية العريقة وإلى الحجاز والزبير واليمن والقدس، وكان يدرسون في الأربطة والمدارس العلمية، وتخرج منها عدد كبير من العلماء الأجلاء والقضاة الشرعيين. طبعا الأربطة هي عبارة عن منشأة تعليمية توفر للطلاب السكن والطعام واللباس والأمور المعيشية. وطبعا لما هذه الأربطة عانت يعني تدني في الإنفاق، كثير من التجار البحرينيين ساهموا في إعمارها. وهؤلاء العلماء الذين أنجبتهم البحرين كانوا مصدر فخر لها خلقا ودينا وعلما، وكان علماء البحرين قاطبة بارزين في العلم الشرعي وبلغاء في علوم اللغة والأدب والنثر وعلم الحساب وغيرها من العلوم. إنما أنجح هذا المشروع التربوي الرائد في البحرين هناك 5 عوامل أساسية: أولها توافق إشراق نور التعليم مع عصر ازدهرت فيه البحرين بالثقافة والعلم والمعرفة. ثانيها بفضل جهود هذه النخبة المؤسسة المؤمنة بأهمية العلم ودوره في حياة الأمم ورقي شعوبها. ثالثها كان جميع المؤسسين نخبا أدبية لامعة وثقافية رفيعة ووجوه اجتماعية مرموقة وتجارية نزيهة ومصلحين اجتماعيين أفذاذ وشيوخ أجلاء ذوي اهتمام بالعلم والمعرفة والثقافة. رابعها اطلاع المؤسسين لهذا المشروع على عدد من التجارب التربوية التعليمية لعدد من الأقطار العربية كالإحساء والشارقة ودبي والكويت وعمان والعراق ولبنان ومصر والهند والاستفادة منها. خامسها التغيرات التي حدثت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى انفتاح البحرين بصورة أوسع على معالم النهضة الغربية الحديثة، وساهم في ذلك في إحداث توجهات سياسية واجتماعية واقتصادية نتج عنها انبثاق الوعي الثقافي والاجتماعي بين أفراد المجتمع البحريني. إن شاء الله حاضر. لم تكن الفتاة في البحرين بمنأى عن التعليم، حيث سنحت لها الفرصة لنيل حقها في التعليم بعد أن استشعر الأهالي بضرورته للبنات تماما كضرورته للبنين. وفقا لذلك فتحت أول مدرسة نظامية للبنات في عام 1928. أثر التعليم على الاقتصاد والتغير في المستوى المعيشي لأفراد المجتمع نحو الأحسن، فلقد ساهمت البيئة التعليمية بتشكيل اليد العام للبحرينية سواء في الوظائف العامة أو في الشركات المحلية والأجنبية، كما أن التعليم ساهم في تحقيق المجتمع الصالح مدنياً وتعزيز قيم الانتماء والولاء والمواطنة، وأن غرس هذه القيم عزز من احترام الآخر والعيش المشترك بين كافة الناس. بعض الحقائق عن هذه الفترة هي كثيرة، ولكن سأترك
سأتركها لكن سأتناول الجزء قليل منها. كانت الامتحانات تعاد شفويا، بحيث أن إذا كان هناك امتحان في الدين يتم استدعاء رجال الشيوخ لاستماع الطلبة، وإذا كان هناك امتحان رياضيات يستدعى كتاب الحسابات الغوص وكتاب التجارة لصحفه. على راحتكم. خاتمة عندي سطرين. كان الهدف الأساسي للذين غرسوا بذرة النور وتشييد المدرسة الأولى في البحرين هو سعيهم نحو تطوير الذات الإنسانية للبحريني بصفة دائمة ومستمرة، وهذا لا يكون إلا من خلال التربية والتعليم. في التعليم يعلم الإنسان الإخلاص والانضباط والدقة والتفاني والاعتدال في كل أمر من أمور الحياة، والشجاعة في مواجهة تحدياتها وفي التعاون مع الآخرين، والفهم الحقيقي لمعنى الحرية وطرق ممارستها، وكذلك حب البحث والاطلاع والقراءة، احترام قيم العمل والتفاني فيه، ويكسي الإنسان الشعور الإيجابي بالمسؤولية الجماعية. كل هذا وغيره كان هو هدف أولئك. طبعا هناك الكثير من الأحداث التعليمية، أكثر من 100 أحداث تعليمية ماضية، ولكن ليس هناك وقت، وقد تعتمد على مجموعة من المصادر وموجودة في الدراسة. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.